ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون بخير. برج الحوت هنتكلم النهارده على ايه سر الحب والعلاقات والاجواء العاطفيه السعيده اللي هتكون موجوده في خلال شهر نوفمبر لعام 2022. مبدئيا احنا النص الاول من الشهر عندنا اكثر من رائع، وبعد كده بالنسبه لنا العلاقات العاطفيه فيها كثير من القرارات، القرارات اللي معظمها هيكون ايجابي، حتى كمان بالتباعد، يعني انت لما هيكون عندك علاقه بتبعد عنها برضو ده بالنسبة لك هيكون فيه خير كتير ليكم. طب ازاي واحنا بيحصل تباعد؟ لانها علاقة سيئة او علاقة سلبية، فبالتالي بيحصل تباعد عن علاقة سلبية، فبتحس ان انت مرتاح في هذا الامر. يعني العلاقة، عارف فكرة، احيانا كده بيكون في بعض الاشخاص اللي هو انت عايز تخلع منهم، تخلع، مش اللي هو يعني ابعد وبس، لا ده انا عايز اهرب منك يا طاقي. فبالنسبة لبرج الحوت، العلاقات المؤذية بالنسبة لكم أخيرا هتتحل عنكم، العلاقات المؤذية أخيرا هيحصل فيها تباعد، أخيرا هيحصل فيها إن إحنا بنبعد بس بسلكان، يعني اللي هو بدون مشاكل أو بدون خلافات. فده هيكون بالنسبة لك شيء يعني مهم جدا وشيء صار، وده هيعجبك كتير لأن ده من الأجواء اللي هتدي لك حب لنفسك أكتر. برج الحوت برضو من اسرار كده العلاقات والحب والمشاعر والاجواء اللي زي كده، ان كتير من اصحاب برج الحوت هيكون عندهم اهتمام بالنفس قوي، اهتمام بشكلهم قوي، اهتمام بالستايل، اهتمام بالمظهر، اهتمام باللياقه الجسديه، اهتمام بمشاعرهم كمان، يعني هيكون عندهم كتير اهتمام بتعاملاتهم مع الاخرين، وان هم يثبتوا نفسهم وشكلهم يكون حلو، وان هم يكونوا مهتمين كمان بتعاملاتهم اللي ليها علاقه بان انا عايز اجذب فلان او عايز اجذب علان او عايز اخلي الشخص سابني يندم عليا. فعندك التفكير في هذا الامر وكمان خطوات بتتخذ لهذا الامر. فده بالنسبة لي النقطة التانية اللي هتخليك ان انت يعني عندك علاقة حلوة او عندك مشاعر حلوة. برضو في حاجة كتير مهمة جدا، ان الناس، معظم الناس المنفصلين من اصحاب برج الحوت، خاصة المنفصلين عن ابراج هوائية او برج الحمل الناري او برج العذراء الترابي، ده ومع الابراج المائية طبعا برج العقرب وبرج السرطان، بس برج العقرب اكتر لان ده اكتر واكتر علاقات هيبقى فيها نسبة رجوع. فهيكون بالنسبة لأصحاب برج الحوت عندنا نسبة رجوع قوية جدا. ايه اللي يخليك يفرحك او ايه اللي يخليك يعني عندنا سعادة عاطفية؟ ايه سرها في النقطة دي؟ بالنسبة لك ان انت منسيتش الماضي وبتحن للماضي جدا وعلى طول فاكر الماضي، يمكن يكون في بعض الجدل اللي حصل او بعض امور اللي خلتنا ان احنا نتباعد، نخسر بعض نوعا ما، لانك بتحاول انك انت تصحح الخطأ ده، بتحاول انك انت تجتذب الشخص ده اكتر، بتحاول ان انت يعني تعمل له تخاطر اكتر، ان انت تجذبه ليك مره تانية. فده بالنسبه لي لبرج الحوت، ان ده هيكون بالنسبه لك في رجوع، يعني بالنسبه لنا في رجعه عاطفيه، في بدايه كتير جديده، في تحسن في الشأن العاطفي. اذا بالنسبه لي برج الحوت دي شكل الاجواء جدا. بالنسبة للنقطة اللي بعد كده كمان، انها فترة هيكون فيها مواليد او اشياء سارة متعلقة بمواليد. للناس المنتظرة مواليد من اصحاب برج الحمل هيكون عندنا نسبة مواليد حلوة كتير، وقت حلو اصلا يعني للخصوبة، اصلا وقت حلو كتير لبرج الحوت. على فكرة بتسأل السؤال ده، وده من الناحية الفلكية ده شيء علمي، فاحنا بنتكلم يعني اللي هو الوقت ده بالنسبة لنا ايجابي كتير، خاصة اول 15 يوم، اول 15 يوم وقت حلو كتير لان يكون في مواليد باذن الرحمن. النقطة الثانية، ان وقت حلو قوي ان هيحصل فيه خبر صار ليه علاقة باولادنا، وده هيزيد من ترابطك اكثر بالحبيب، يعني تحس ان انت والحبيب بتجتمع فكريا اكتر، بتجتمع عاطفيا اكتر معاه، فبالتالي ده هيكون سبب من المواليد. فده برضو بالنسبة لك هيبقى فيه سعادة عاطفية انك تقترب من الحبيب، شيء صار لاولاد، في شيء صار مواليد يقربك من الحبيب اكتر. ففي ده النقطة اللي بعد كده، ان هيكون عندك في تصالح عاطفي، يعني مش بتكلم على الرجوع، لا، في بعض الاشخاص اللي ممكن تكون على خلاف عاطفي مع شريكك، على جدل مع الشريك العاطفي بالنسبة لك، الا ان هيكون بالنسبة لنا في كتير من ان احنا بنقعد مع بعض نحكي، عارف فكرة اللي هو احنا عايزين نشوف انت غلطان في ايه وانا غلطان في ايه، طب نصلح، طب نصحح، طب. ففي ده في ده في ان احنا بنبعد عن العصبيه ونبعد عن الجدليه والانتقاديه، وبنبدا ان احنا نقعد مع بعض بتفكير هادي جدا جدا بتقارب اكثر، وبنبدا ان احنا يكون في يعني لينك حلو ما بيننا، بيحصل في ترابط حلو ما بيننا. فده بالنسبه لبرج الحوت، ان برج الحوت عندنا اشخاص او الحبيب بالنسبه لك
اللي فيه مشاكل ما بينك وما بينه، لا بالعكس، هيبقى فيه ترابط، هيبقى فيه تصالح، هيبقى فيه ود الى اخره. تمام. طيب بالنسبه لي النقطه اللي بعد كده، ان هيكون عندنا كتير من الامور المتعلقه بان هو احساسك عالي قوي، بمعنى انك هتقدر تضيف للحبيب. عارف لما تبقى مش بتتكلم كلام حلو كتير، بس الفترة دي هتلاقي نفسك اللي هو اوعى وشك، الكلام الحلو بيتدلدق، فيكون عندك كلام حلو قوي، عندك مشاعرك واحساسك طاغي عليك، فبالتالي بتعاكس الحبيب، بتقرب من الحبيب بالكلام، ففي ده، فده بالنسبة لك هيقرب حرفيا الحبيب. عارف من الاخر كده، اللي زي ما بيقولوا فكرة انك بتاكل اللي قدامك بالكلام، فبرج الحوت انت بتاكل اللي قدامك بالكلام جدا، قادر ان انت تجذب الحبيب بكلامك قوي، فده برضو بالنسبة لي برج الحوت ده شيء كتير رائع جدا. نقطة تانية كتير مهمة، برج الحوت انتوا هيكون عندكم ان انتوا قادرين تجتذب اشخاص عندك، ان انت في اجواء هتبقى كتير سعيدة بالنسبة لك، فده هيبان عليك قوي، هتبقى كتير شخص، هتبقى عارف فكرة اللي هو انت محلو وكده، فبرج الحوت هتبقوا محلوين حلوين، يعني هتبقوا حلوين لانكم متألقين اكتر، لان انت هيكون عندكم يعني من الاخر كده انتوا عندكم انجذاب او جذابين قوي، يعني عندكم جاذبية حلوة، فبتقدروا تجذبوا الجنس الآخر ليكم جدا. إذا بالنسبة لنا الوقت ده هيكون احنا ملوك جاذبية، عندنا جاذبية حلوة خاصة النص الأول من الشهر. بالنسبة لك كمان هيكون عندك فيه كتير من المعجبين، وده هيبقى فيه معناه بدايات عاطفية، يعني في خطوبة، في زواج، في نسبة مواليد، فإذا عندنا الأجواء العاطفية كلها هتبقى سعيدة ما شاء الله، فعليا عندنا سعادة عاطفية، بس علينا إن احنا نستغلها بقى. يعني الوضع بالنسبة لك هيكون في حب وفي مشاعر وفي أجواء لطيفة وفي ترابط حلو جدا، في إن انتوا بتحددوا ميعاد لخطوبة، ميعاد زواج، او بالفعل في خطوبه في زواج خلال الشهر. بالنسبه لك كمان ان في حاجه كانت متعثره ليها علاقه بان انا مش عارف ارجع للحبيب، او ان في تعثر ليه علاقه باشخاص بيبداوا حياتهم لكن في مشكله حصلت، المشكله دي ليها علاقه مثلا بسكننا، او ليه علاقه بشغل، اللي هو مثلا اللي هو ازاي هكسب فلوس اقدر احوش مثلا ان انا اوضب المنزل بتاع الزوجيه، الحاجات اللي زي كده، الا ان المشكله دي بيتم حلها، فاذا في خروج من مأزق، خروج من مشكله كان المأزق ده عائق ما بينك انت والحبيب، لكن المأزق ده لما بيتشال فبيحصل فيه ترابط اكثر ما بينك انت والحبيب. ده بالنسبه لي برج الحوت والامور المتعلقه او الاسرار المتعلقه بجاذبيتك اكتر والعاطفه وسعاده العاطفيه المتواجده عندك. عامة مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، بتمنى كتير ان اكون فدتكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.